المعارضة السورية تتقدم في ريف حما وتسيطر على ثاني أكبر مدنها. في دلالة على عجز داعش عن حماية قادته، التنظيم يعلن مقتل رجله الثاني أبو محمد العدناني. في استوديو الآن أيضا، شح المياه يخيم على أسبوعها العالمي ومخاوف من اشتعال صراعات في العالم. مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الآن، نقدمها لكم مباشرة من دبي. نبدأها بموجز لآخر الأخبار، نبدأه من لبنان حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق قرب مدينة زحلة في البقاع اللبناني. فرض الجيش إذن طوقا أمنيا على مكان الانفجار وبشر التحقيق في ملابسات الحادث، وما إذا كان الانفجار ناجما عن عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب الطريق أو عن قنبلة ألقيت من سيارة مارة فيها. في سوريا، توصل أهالي حي الوعر بمدينة حمص إلى اتفاق مع قوات نظام الأسد تضمن شروطا لإيقاف القصف على الحي المحاصر منذ 4 سنوات. جاء الاتفاق بعد قبول طرفي الصراع في تلك المنطقة هدنة لمدة 48 ساعة لإفساح المجال للتفاوض بين قوات الأسد ولجنة ممثلة عن أهالي حي الوعر. دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات ضد نظام الأسد بعدما اتهمه تحقيق للأمم المتحدة بشن هجمات كيميائية، واتهم سفيرا لندن وباريس لدى الأمم المتحدة النظام بارتكاب جرائم حرب، فيما شددت السفيرة الأمريكية سامونتا باور على ضرورة أن يدفع نظام الأسد ثمن تلك الهجمات. تمكن الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية وبدعم من غارات التحالف العربي من استعادة عدد من المواقع العسكرية من يد الانقلابيين في محافظة جوف شمالي اليمن، حيث سقط عشرات القتلى في صفوف الانقلابيين. وقال الناطق باسم مقاومة جوف إن الميليشيات تعرضت لهزيمة نكراء وتلقت ضربة قاسمة فيها كل أو تلقى فيها كل مقاتليه من المديرية، في وقت اشتعلت جبهات تعز، وأيضا ردت الميليشيات على هزائمها وضربات التحالف بقصف المدنيين. قلل مسؤولون أمريكيون من شأن المزاعم الروسية التي قالت إن غارة جوية روسية هي من قتلت المتحدث باسم تنظيم داعش أبو محمد العدناني. ووصف متحدث عسكري أمريكي مزاعم روسيا بالمضحكة، أكد أن الغارة التي قتل فيها العدناني نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار. أفادت مصادر لأخبار الآن من داخل معقل داعش الرئيسي في الموصل بأن التنظيم شرع بعمليات بحث موسعة وتفتيش شملت العديد من مناطق المدينة وأحيائها، بحثا عن المقاتلين الهاربين من صفوفه والمنشقين عنها. المصادر أوضحت أنه شهد العديد من المقاتلين الأجانب ليلة الثلاثاء وهم يشنون حملة تفتيش في مناطق الشرقية الموصل بحثا عن مقاتلين هاربين من داعش باتجاه الطريق العام ما بين الموصل وكركوك، بينما كثفت قوات البشمركة من مصداتها العسكرية، كما عززت السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية منعا لتسلل أفراد داعش. تقدمت قوات البنيان المرصوص في معركتها لاستعادة سرت مدعومة بالطيران العسكري داخل الحي رقم 3 في المدينة، وهو الحي الوحيد الذي ما زال تحت احتلال مسلح داعش، لتحكم القوات سيطرتها أكثر على عناصر التنظيم. أكدت البنيان المرصوص في إيجاز صحفي أن قواتها أحرزت تقدما داخل الأجزاء التي يتحصن فيها مسلحو التنظيم الإرهابي، وبعد سيطرة مقاتلي الحكومة على أكثر من نصف مساحة الحي المتبقي باتت مسألة تحرير السرت بالكامل من قبضة داعش قريبة. قامت السلطات الألمانية اليوم بإخلاء إحدى صالات مطار فرانكفورت الدولي جزئيا بحسب موقع دوتشي فيلا الألماني. وأضاف الموقع أن سلطات مطار فرانكفورت أجرت عملية إخلاء جزئي لقاعة المسافرين بعد أن اكتشفت أن شخصا تمكن من التسلل عبر الحاجز الأمني دون تفتيشه وفق الإجراءات الرسمية في المطار.
اعتقلت الشرطة الماليزية 3 أنصار محليين لداعش كانوا يخططون لعدة هجمات في العاصمة كوالالمبور قبيل الاحتفالات بيوم الاستقلال. ذكرت السلطات أن الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في عملية للشرطة تلقوا تعليمات من محمد واندي محمد جيدي المقاتل الماليزي بالتنظيم لمهاجمة مركز للترفيه ومعبد هندوسي ومركز للشرطة. أنقذ خفر السواحل الإيطالي 6500 مهاجر قبالة الساحل الليبي في 40 عملية إنقاذ منفصلة في واحد من أكبر تدفقات اللاجئين في يوم واحد هذا العام. وأضاف خفر السواحل أن نحو 1100 مهاجر أنقذوا من زوارق في مضيق صقلية يوم الأحد الماضي أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا. ومن المتوقع أن يبحر المزيد من المهاجرين هذا الأسبوع بسبب أحوال الطقس المواتية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم في شمالي اليابان إثر إعصار قوي ضرب المنطقة وفقا لوسائل إعلام محلية. وتسبب الإعصار ليونروك في رياح قوية وهطول أمطار غزيرة في شمال وشمال شرق اليابان لتغمر المياه مناطق شاسعة. إذن ملف تهريب الأموال من سوريا وفضائح جديدة لعائلة مخلوف الاقتصادية. سنتعرف على شركاتها وعلى توزيعها والمنهجية التي كانت هذه العائلة تتحصل على الأموال من خلالها. تابعونا بعد قليل مشاهدين. أهلا بكم من جديد. سيطرت فصائل من المعارضة السورية المسلحة على مدينة سوران في محافظة حما بعد ساعات من السيطرة على حواجز تابعة لنظام الأسد قرب المدينة وفق ما ذكرت شبكة الشام. وكانت الفصائل قد سيطرت يوم أمس على مواقع جديدة خاضعة لسيطرة قوات الأسد في ريف حما الشمالي أهمها مدينة طيبة الإمام. من حما مباشرة عبر سكايب ينضم لنا الناشط الميداني حكم أبو ريان. حكم مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن فصائل المعارضة استطاعت السيطرة على مدينة سوران بالكامل، لو تحدثنا عن تفاصيل ما جرى بالتحديد. نعم، بداية مساء الخير لك ولكل متابعي قناة الآن. حقيقة بعد التقدمات اليومين السابقين والسيطرة على العديد من النقاط الهامة، ما تزال جبهات ريف حما مشتعلة اليوم الثالث طوال تقدمهم على أكثر من جبهة على حساب قوات النظام المنهارة، وتعلن عن طراق المرحلة الثالثة من المعركة. كانت أبرزها أو أبرز ما نتج عنها اليوم هو تحرير مدينة سوران بريف حماة الشمالي، حيث بدأت فصائل المعارضة بالتمهيد المدفعي المكثف على مواقع قوات النظام في هذه المدينة، ليتمكن الثوار نهاية من إعلانها محررة بالكامل. أيضا سبق تحرير مدينة سوران تحرير حاجز المكاتب شمال مدينة سوران، هذا التجمع الكبير لعناصر قوات النظام. بعد اشتباكات عنيفة اغتنم الثوار هناك رشاش 23 وأيضا عدد من الدبابات العسكرية، كما تمكن الثوار من تدمير رشاش ثقيل على حاجز السريتين قرب سوران بواسطة صاروخ ميندال. تزامنت هذه مع اشتباكات عنيفة جدا على هذه الحاجز، وهذه العملية هي استكمال لعملية اليومين السابقين، حيث تمكنت كتائب الثوار من السيطرة سابقا على مدينة طيبة الإمام وقرية الطيش الواقعة جنوبي مدينة حلفاية وأيضا قرية الناصرية وتل الناصرية شمال مدينة خطاب. هذا بعد قصف وتمهيد مدفعي كثيف من قبل الثوار بكافة أنواع الأسلحة وأيضا الاشتباك المباشر مع قوات النظام. نعم، أثارت هذه المعارك عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام، وأيضا اغتنام عدد كبير من الأسلحة والذخائر وأيضا الآليات العسكرية. أيضا منذ لحظات تمكن الثوار من تحرير حاجز التوتة وأيضا النقطة الثالثة شرق قرية البويضة. طيب مدينة سوران بعد أن سيطرت عليها فصائل المعارضة الآن، يعني كيف سيخدم ذلك المعارضة في التقدم عسكريا على الأرض، وما مدى أهمية المدينة الاستراتيجية والجغرافية أيضا؟ نعم، نحن نتحدث الآن ليس فقط عن مدينة سوران، نحن نتحدث عن أكثر من
العسكريه قد وضعها النظام كدرع وكدرع حصين عن مدينه حما. كل نقطه يعني يتقدم الثوار بها اكثر عن مدينه حما، الثوار الان لا يفصلهم عن مدينه حما سوى 10 كيلومتر. الان اي نقطه واي تقدم هو فتح ثغره باتجاه مدينه حما، وهذا الهدف الابرز للفصائل التي تتقدم. وايضا يعني هدف المعركة هو الوصول إلى مدينة حماة والسيطرة على أكبر نقاط ممكنة من هذه المناطق. أيضا هناك نقطة هامة أعلنت عنها أحد القياديين في غرفة عمليات المتواجد العامل الآن في ريف حماة الشمالي، أن أيضا ليس فقط من هدف العملية هو السيطرة على مناطق واسعة للثوار، وأيضا قطع طريق الذي يعمل به النظام وهو تطهير المناطق السنية بكل صراحة من سكانها وأهالها وتوطين الناس من إيران وأيضا من حزب الله اللبناني. هذه المعركة تهدف لوضع هذه المناطق تحت سيطرة الثوار لقطع الطريق على أهداف النظام التي بدأ يتبعها صراحة على عدة مناطق في سوريا، كان آخرها داريا وأيضا الحديث في المعظمية وأيضا ما يتم الآن في منطقة ريف حمص. شكرا جزيلا لك حكم أبو الريان الناشط الميداني، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من حما. كنا قد نشرنا سلسلة تقارير عن الأموال المهربة من سوريا وكيف أثرت في قيمة الليرة ومدى مساهمتها أيضا بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وخلال بحثنا عن معلومات إضافية عن ملف تهريب الأموال من سوريا التقينا بالمسؤول الإعلامي السابق لمجموعة مخلوف الاقتصادية محمد فراس منصور الذي كشف معلومات صادمة سنحاول استعراضها على عدة تقارير، نبدأها من شركات مخلوف وتوزيعها وأيضا المنهجية التي كانت هذه العائلة تتحصل على الأموال من خلالها وتقوم بتهريبها بعد ذلك. الزميل زكريا نعساني يحمل لنا التفاصيل في سياق هذا التقرير. تقريبا معظم السوريين يعرفون أن شركة سيرياتيل هي لرامي مخلوف وأن هذا الشخص يسيطر على شركات رئيسة في البلاد، لكن في الحقيقة ليس هناك دراية كافية عن الشركات والبنوك التي يمتلكها والتي ينسبها في الملكية إلى أشخاص من أقاربه، لكنها في الحقيقة تعود إليه. محمد فراس منصور المسؤول الإعلامي السابق لمجموعة مخلوف الاقتصادية كشف لنا كيف يتوزع هرم شركات مخلوف ومن هم المسؤولون الفعليون عن كل نشاط تكون محصلته للأسد وحاشيته المقربة فقط. مخلوف الاقتصادية هي ليست شركة واحدة يديرها رامي مخلوف كما يتوقع البعض، هي مجموعة شركات منفصلة متصلة، رأس الهرم فيها رامي مخلوف، رأس الهرم لإحداها رامي مخلوف. يعني هناك مثلا مجموعة هاني مخلوف الاقتصادية ويرأسها هاني مخلوف، هناك مجموعة راماك الاقتصادية وهي مجموعة شركات يرأسها رامي مخلوف، هناك مجموعة جوليا دمنا الاقتصادية ويرأسها خلدون مخلوف، هناك مجموعة العقيلة التجارية يرأسها إيهاب مخلوف، وأيضا هناك شركات للطيران والسيارات لخلدون مخلوف، وهناك شركات للإنتاج الفني تديرها الدكتورة سنة مخلوف، وهناك أيضا شركة لاستيراد وتصدير الخيول تديرها هاني مخلوف وهلال الأسد، هناك شركة كبيرة للعقارات يديرها أيضا رامي مخلوف ومديرها في الظل شخص يدعى أنس بندقجي لا يظهر أبدا إلى الأضواء ولا الإعلام، وهو شخص غير معروف وهو الذي يوقع الاتفاقات والصفقات باسم شركة راماك، هو رجل أعمال معروف، هو الذي يزور عدد كبير من بلدان العالم ويتجول بينها، وهو يدير أيضا مجموعة STS. مجموعة STS الاقتصادية هي مجموعة متجذرة في سوريا مسؤولة عن سيرياتيل وعن الاتصالات والإنترنت. هناك شركة أيضا لمد الجسور والطرق يديرها أيضا هاني مخلوف بالتعاون مع ضباط في المخابرات منهم العقيد طبعا الذي يتولى هذا الموضوع هو العقيد قصي ميهوب وهو على علاقة وطيدة بعائلة مخلوف. كيف تجني عائلة مخلوف الأموال؟ هذا ما كشف خيوطه منصور وشرح أيضا كيف تقوم العائلة بعد ذلك بتهريب أموالها. من الشراكات التي يفرضوها على رجال الأعمال الذين يأتون للاستثمار في سوريا أو الذين يجبرونهم على عقد شراكات معهم أو حصة من هذه الشركات التي تريد أن تبني مشروعا أو تقيم استثمارا في سوريا، وهناك أموال يتحصلون عليها من تبييض الأموال ومن البنوك من البنك التجاري والبنك المركزي ومن البنوك، بالإضافة بسبب العلاقة بين مثلا مجموعة مخلوف ودريد درغام مدير البنك التجاري أو بين مخلوف وميالي.
هناك علاقات يتم بها إدخال وإخراج الأموال. هذا الإدخال والإخراج يتم به عملية تبييض كبيرة للأموال. هناك أيضا أموال كبيرة حصلوا عليها من بيع وتصدير الخيول لبريطانيا، الخيول الأصيلة التي لها سلسلة نسب يتم تصديرها أيضا لبريطانيا، إضافة لتصدير المعادن الثمينة كالذهب والألماس. ربما يدلل الكلام السابق على أنهم كانوا على الدوام قد وضعوا خططا لأي احتمال خروجهم من البلاد، وما عزز ذلك قيام الثورة السورية فدفعهم إلى تهريب المزيد من الأموال لمواجهة سوريا المستقبل التي لن يكونوا فيها. أما عن حجم الأموال التي يمتلكها كل شخص من مجموعة مخلوف والشركات التي تقيمها مجموعة مخلوف وكيف تساهم تلك الشركات في تهريب الأموال فأوضح منصور. شركة هاني مخلوف 11 مليار دولار، تبلغ القيمة الإجمالية لشركة جوليا دمنة التي يديرها خلدون مخلوف حوالي 9 مليار دولار، تبلغ القيمة الإجمالية لشركات رامي مخلوف بما يعادل 70 مليار دولار داخل وخارج سوريا. وهناك شركات اقتصادية مع حوالي 100 رجل أعمال في سوريا و 100 رجل أعمال سوريين وعرب، هناك شركات اقتصادية معهم. مثلا شركة العقيلة، هناك شركات بين إيهاب مخلوف وعبد الحميد الدشتي النائب الكويتي المعروف، وهو الذي يقوم أيضا بإدخال وإخراج عمليات الأموال للكويت من سوريا إلى الكويت أو لبعض الدول العربية. عن طريق هذا الشخص يتم إدخال كميات كبيرة، وأيضا هناك أشخاص كويتيين أيضا هناك علاقات تربطهم بهم يتم إدخال وإخراج الأموال عبرهم. هذا غيض من فيض. ربما تبدو الأرقام أكثر بكثير من التي ذكرها المسؤول الإعلامي السابق لمجموعة مخلوف، فالوثائق المثبتة التي تدين رامي مخلوف والتي نشرتها الصحف العالمية تؤكد قيام مخلوف بتهريب 43 مليار دولار من خلال إقامة شركات وهمية، وهذه المبالغ هي عوائد شركة واحدة يمتلكها مخلوف وهي شركة الاتصالات سيرياتيل. فلا أحد يدري الأموال التي تدرها الشركات العملاقة الأخرى في سوريا والتي قدر عددها 30 شركة، ما عدا مئات الشركات المتوسطة والصغيرة التي منسوبة في الملكية لأشخاص آخرين لكن ملكيتها الحقيقية تعود إلى أشخاص مقربين جدا من الأسد كابن خاله رامي مخلوف. نوه مشاهدينا إلى أننا يوم غد وضمن السجل الآن أيضا سنستعرض الجزء الثاني من أسرار وخفايا أموال المخلوف. أعرب مثقفون سوريون في الخارج عن طموحهم بسوريا دولة المواطنة والتعددية ودولة مدنية، وأن يعتمد شكل النظام السوري القادم على برامج حكم تقدمها الأحزاب والتيارات السياسية بعد رحيل نظام الأسد، مؤكدين لأخبار الآن أن بلادهم لديها إمكانات هائلة سرقها النظام عبر 50 عاما، مع الثقة بقدرة الشباب السوري الذكي والمحب للعمل على إعادة بنائها بعيدا عن زمرة المافيا التي تحكمه حاليا بحسب قولهم. كمواطن سوري شو بطمح بسوريا؟ سوريا تكون دولة المواطنة، دولة التعددية، دولة مدنية محكومة بتشريع دنيوي، يكون القضاء هو السلطة العليا فيها، هو السلطة التي تفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. أحلم بسوريا أن تكون لك ليست فقط سوريا العربية وليست سوريا فقط الكردية، سوريا لكل مواطن أقام على هذه الأرض. أحلم أن يعني إذا تحدث عن نظام جمهوري برلماني أعتقد هذا بيتوقف على البرامج السياسية اللي حيقدموها اللي رح يقدموها السياسيين أو التيارات السياسية أو الحزاب السياسي في فترة ما بعد هذا الكابوس. لذلك طموحي أن تحافظ سوريا على وحدة أراضيها، بتمنى تكون سوريا هي سوريا دولة المواطنة دون أن تفرق بين إثنية وعرق ولون وانتماء، حتى سوريا للذي لا يريد أن يكون له حتى انتماء ديني. هذا موضوع أتمنى أن يكفله القانون السوري القادم والدستور السوري القادم. وأكيد بلدنا في عندها إمكانيات هائلة بشرية وإمكانيات اقتصادية حقيقة مذهلة، واللي سرق النظام كلها من 50 سنة، والدنيا على ذلك. هلا عم نشوف كثير من السوريين عم يبدعوا بأوروبا والأسماء معروفة، والسؤال ليش ما أبدعوا بسوريا؟ لأنه القاعدة اللي تأسست لهم معنا موجودة، كانت كل المناصب والهبات تروح للناس الموالين للناس بينتموا لطائفتهم.
وبالتالي ما أبدعوا أولادنا في سوريا، رح يجي يوم يبدعوا فيها ونرجعها مثل ما كانت. صحيح رح يأخذ وقت كتير، بلدنا فيها كتير ثروات هائلة، بلد زراعي رائع، شباب بتحب العمل، شباب شعب ذكي ممكن يأسس لدولة حضارية. ولحين بذكر سوريا قبل ما يجي هذا النظام الطائفي، سوريا كانت رائعة جميلة، ورح نرجعها بهذا الشكل أحسن إن شاء الله. وصحيح هذا رح يأخذ وقت كتير، بس لكن بدنا نصبر، بدنا نصبر. إذا مو لحنا هلأ الأجيال أولادنا إن شاء الله أحفادنا هن اللي بيبنوها وبيعملوها على مستوى عالي جدا، والشعب السوري قادر على أنه يبني سوريا بشكل رائع بعيدا عن زمرة المافيا اللي عم تحكمها حاليا. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. قلق أممي من تضاعف قتل حرب المخدرات بالفلبين. أهلا بكم من جديد. قال مسؤول دفاعي أمريكي إن بلاده نفذت ضربة جوية استهدفت أبو محمد العدناني القيادي في داعش، وذلك عقب إعلان التنظيم أن المتحدث باسمه قتل في مدينة حلب شمال سوريا في وقت سابق من يوم الثلاثاء. وأعلن داعش عبر وسائل إعلام تابعة له عن مقتل المتحدث باسمه طه صبحي فلاحة المعروف باسم أبو محمد العدناني خلال تفقده مناطق الاشتباكات بمحيط مدينة حلب السورية. مما لا شك فيه إن إعلان داعش عن قتل المتحدث باسمه أبو محمد العدناني سيزيد من وهن التنظيم الذي خسر الكثير من قياداته من دون القدرة على إيجاد بديل لها لقيادة أفرع التنظيم. لكن ماذا يعني الإعلان عن قتل العدناني الرجل الثاني في داعش؟ أولاً، وبغض النظر عن التاريخ الحقيقي لقتل العدناني والذي تقاطعت معلومات على أنه حصل في 17 أغسطس في بلدة الراعي بريف حلب بعد تحريرها من داعش، فإن إقرار داعش بقتله سيكون له وقع قوي على التنظيم الإرهابي ككل، هذا الجسم الذي تتهاوى أعضاؤه الأساسية. ثانياً، بلا شك إن قتل العدناني سيعيد إلى الواجهة من جديد عجز التنظيم عن حماية قادته الأساسيين، وسيدفع بالمقاتلين العاديين إلى طرح سلسلة تساؤلات عن المصير الذي ينتظرهم في ظل الخسارات المتتالية والهزائم الكبيرة التي يتعرضون لها. إزاحة العدناني من المشهد قد تفتح المجال أمام جولات جديدة من الصراع الداخلي بين من تبقى من قيادات قليلة على تولي المسؤوليات، ما قد يساهم بشكل مؤكد بمزيد من التشرذم والانقسامات داخل التنظيم. رابعا، مما لا شك فيه إن قتل العدناني سيؤثر على أمنيات داعش، هذا الفرع الذي كان الصراع عليه قائما بين العدناني وأبو لقمان، فما هو مصير هذا الفرع بعد قتل العدناني؟ خامسا، من المؤكد أن قتل العدناني سيحرج البغدادي، لن يستطيع البغدادي الاستعانة بالعدناني بعد اليوم لمخاطبة أنصاره، وعلى ما يبدو قسم ظهر التنظيم بقتل قياداته. عبر أقمار صناعية مباشرة من بغداد ينضم لنا الدكتور هشام الهاشمي خبير جماعات متشددة. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بك معنا، تابعت معنا التقرير، لكن في البداية ماذا يعني هذا الإعلان عن قتل العدلاني؟ طبعا هو رجل الثاني في داعش، ماذا يعني ذلك؟ حقيقة يعني الكثير، أن تنظيم داعش بدأ يفقد الكثير من القيادات المؤسسة، وبالتالي هو يفقد الكاريزما المهمة التي تلهم العناصر الذين انتموا إلى هذا التنظيم المتطرف، نتيجة حبهم بهذه الشخصيات أو نتيجة اقتناعهم إيمانهم بهذه القيادات. وبالتالي داعش اليوم خسرت معنويا وخسرت عسكريا بفقدها شخصية لها كاريزما ملهمة مثل العدناني. العدناني بعد مقتل الشيشاني تولى إمارة فرع الشام، وأيضا هو أحد 3 في اللجنة المفوضة المشرفة على الولايات والدواوين والمكاتب الخارجية، بالتالي هذا هو أحد السكرتارية والمقربين للبغدادي، ولا يستطيع البغدادي إدارة هذه الملفات بغير العدناني وأبو محمد الشمالي وإياد
العبيدي، هؤلاء آخر من بقي له من الجيل الأول المؤسس، وبالتالي حينما يستعين بتلك القيادات من الطبقة الوسطى سوف يعيش في حالة من الشك وعدم الثقة، ولا يزال يظن أن كل الاختراقات التي أصابت قيادات التنظيم بمقتل هي من الطبقات الوسطى الغير مؤسسة، وبالتالي حينما يرتقون إلى هذه المناصب الجديدة يبقى هو في حيطة وحذر منهم، وربما يتعامل معهم بذلك الشك وسوء الظن. طيب، تأثير قتل العدناني الآن على المقاتلين، خاصة بأنه أعاد ربما إلى الواجهة الحوادث السابقة ومقتل قادة التنظيم، وتأثير ذلك ربما عن نظرة المقاتلين للتنظيم داعش كتنظيم وعن قدرته على حماية قادته؟ حقيقة أنا برأيي أنه مقتل مثل العدناني فقد داعش لسانه ولسانه المفوه، وبالتالي كل من يأتي بعد العدناني سوف لن يسد هذه الثغرة الكبيرة التي تعتبر هي نهاية إعلام داعش. اللجنة المركزية للإعلام أو ما يسوى ديوان الإعلام المركزي لداعش لا يستطيع أن يأتي بقيمة المثل مثل العدناني. أيضا معظم المقاتلين السوريين من مناطق البوكمال ودير الزور ومناطق شمال سوريا، هؤلاء من جذبهم إلى هذا التنظيم المتطرف وهو وجود قائد من سوريا المتمثل بالعدناني الذي هو من مدينة إدلب. بالتالي سوف بحسب التقارير وبحسب ما يتبين لنا سوف يبدأ صراع كبير على أنه من يحل محل هذا المقتول، هل سوري في سبيل سد هذه الثغرة في حق السوريين في قائد من الطبقة الأولى، أم يأتي بديل عنه عراقي، وهذا أمر سوف يسبب انقسام كبير كما حدث في العراق في غير مرة. طيب دكتور هشام، ماذا بالنسبة لأمنية داعش؟ هذا الفرع كان من المعروف بأنه كان هناك صراع عليه ما بين العدناني وأبو لقمان، فما مصير هذا الفرع بعد مقتل العدناني الآن؟ حقيقة أبو لقمان أظن هو سوف يتولى هذه المهمة، لكنه يبقى أبو لقمان أقل خبرة وأقل كاريزما وليس لديه تاريخ في هذه الجماعات المتطرفة، فضلا على أنه لا يحسن إدارة ما يسمى العمليات الخارجية التي كان يديرها العدناني. هو العدناني كان مسؤول على كل المهمات الخارجية بحسب هيكلية داعش التي أعلنت في تسجيلهم المسمى بصرح الخلافة، هناك 35 ولاية 19 منها في العراق وسوريا، وخارج العراق وسوريا 16 ولاية كان يديرها ويشرف على إدارتها العدناني بنفسه، ويشرف على إدارة التجنيد، التمويل، النقل، المضافات. هذه أبو لقمان لا خبرة له فيها، ولا أظن أنه يستطيع أن يمسك بهذه الخيوط التي كان يمسك بها العدناني. طيب، في نقاط محددة وفي جمل محددة قصيرة جدا، كيف سيؤثر قتل العدناني على التنظيم في مختلف الجوانب؟ حقيقة سوف يؤثر على صموده، وبالتالي سوف يخسر الكثير أكثر مما خسره التنظيم بمقتل الشيشاني. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا. إذن الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. قال العضو السابق في داعش هاري سارفو في حديثه إلى صحيفة نيويورك تايمز إن الأمر لم يستغرق منه سوى بضعة أيام ليتوصل لحقيقة أن داعش لا علاقة له بالدعاية التي يروج لها. سافر واكتشف أن داعش منقسم إلى مجموعات مختلفة لا تحترم بعضها وتتقاتل على السلطة وعلى مصادر المال. عن هذا الانقسام في صفوف داعش وعن طريقة معاملته للمقاتلين الأفارقة سألنا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، والإجابات يرصدها لنا إذن الزميل أحمد الريحاوي الذي ينضم لي الآن في الاستوديو. أرحب به في البداية. أهلا أحمد. أهلا. كيف كانت الإجابات؟ إذن من أبرز الأسئلة كانت عن التفرقة ربما ما بين الجنسيات والمقاتلين في صفوف داعش. طبعا على مدى السنوات الماضية ومتابعتنا لموضوع داعش لم يعد يخفى على أحد أنه يفرق بين عربي وروسي أو شيشاني، ويفرق أيضا بين العرب أنفسهم إن كان عراقي أو سوري في صفوف القادة
في العراق، لا يمكن أن يستلم قائد غير عراقي ضمن المناطق أو المناطق الحساسة أو المناصب المهمة جدا. كذلك الأفارقة والموضوع الذي طرحناه كما قلت في المقدمة قبل قليل، هناك تمييز وهذا وفق عدد من المنشقين عن صفوف تنظيم داعش وضمن لقاءات كثيرة أجريناها. لذلك سألنا على مواقع التواصل الاجتماعي عن الهوى بين مقاتلين داعش من خلفيات عرقية مختلفة، ولماذا برأيكم داعش مستعد التضحية بأفراده الأفارقة خاصة، ولماذا يعاملهم كمقاتلين من الدرجة الثانية؟ كيف كانت الإجابات؟ عثمان على فيسبوك يقول: الأفارقة في صفوف داعش هم مرتزقة بالمال، لا يهمهم المناصب أو الإمارة، لأن همهم الأول هو المال، ولأنهم عمالة عارضة لأغراض سياسية. يضيف يقول: هدفهم تجميد النفط في مكان لأخذه في وقت آخر وبأبخس الأثمان أو ربما بدون مقابل. لم أفهم هذه الجزئية، ولكن هذا ما قاله بالضبط. إنه عبارة عن مرتزقة فقط يقاتلون في صفوف داعش عن غير عقيدة، عن غير عقيدة، لذلك لا يهتمون بمناصب وغيره. كلما كان السعر أكبر هذا هو همهم الأول، وفق معظم الآراء المردود المالي فقط من دون أي شيء. معظم الآراء التي وصلتنا أجمعت على هذا الرأي بالنسبة للمقاتلين الأفارقة. بركات مثلا يقول: أمر طبيعي أن يكون الأفارقة في الدرجة الثانية، لأن هؤلاء اتبعوا داعش من أجل المال فقط والنهب والاغتصاب. بلال أيضا يقول في تعليق على فيسبوك، يقول: ما طرحناه من موضوع يكشف أن التنظيم لا يدار وفق الشريعة الإسلامية، لأن الإسلام لا يفرق بين أبيض وأسود، وهذا برأيه يدل على أن بالفعل تنظيم داعش لا يستند على الشريعة الإسلامية أساسا. محمد يقول: الأفارقة جاء بهم المال لداعش، نفس الفكرة، أما غيرهم فعندهم عقيدة في هذا المنهج، وإن كان هذا المنهج متطرف وفق رأيه، ولكن هناك عقيدة متمسكين فيها باقي مقاتلين داعش غير الأفارقة. أيضا من التعليقات: لأنهم يقاتلون من أجل المال وليس قتال العقيدة. وأخيرا العوامي يقول: لأنهم مرتزقة يحاربون من أجل المال. الموضوع الآخر أيضا الذي سنطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، وهذه دعوة أيضا لكل من يتابعنا بإبداء الرأي والتعليق، هو: أين سينقل داعش مقرات أمنيات، وما تحدثت به قبل قليل مع ضيفك، خاصة بعد مقتل العدناني، في حال خسر موقعه في ومعقله الرئيس في سوريا وهي مدينة الرقة. طبعا أمنيات هي مجموعة أمنية سرية ضمن تنظيم داعش فقط للتوضيح للمشاهدين. وقال عنها منشقون في لقاءات مع أخبار الآن أنها بذات طبيعة قاسية ولا تعرف الرحمة لأفراد الأمن داخل صفوف داعش. ربما سيكون لها مصير آخر بعد مقتل العدناني، ربما هناك سيكون مصير آخر كمقرات وكقيادة لأمنيات داعش. هذا مجمل ما كان لدينا من تعليقات اليوم. طيب بالنسبة للمشاهدين الرغمين بالمشاركة من الآن على صفحتنا على فيسبوك وتويتر، على مواقع التواصل الاجتماعي السؤال موجود، وأيضا هناك بعض التعليقات، ولكن نتركها سنقوم بعرضها يوم غد إذن أو وقت آخر. لوقت آخر. شكرا لك أحمد الريحاوي الصحفي في غرفة أخبار الآن، الزميل طبعا أحمد. شكرا. تعليقا إذن على النزاع ما بين تنظيم داعش الإرهابي وفرعه في إفريقيا المتمثل ببوكو حرام تحديدا، أكد مفتي القاعدة السابق محفوظ ولد الوالد الملقب بأبي حفص أن النزاع بين المجموعتين سيسيء بالتأكيد إلى صورة التنظيم في مركزه الأم. الخلاف موجود، ولكن لا أظن أنه سوف الخلاف بين تنظيم الدولة وبين فرعه في إفريقيا موجود، وخلاف فكري ترتب عليه خلاف أيضا سياسي موجود حول من يتولى الولاية على فرعه هذا في إفريقيا، ولكن لا أظن أن الأمر سوف يتطور إلى حرب بين تنظيم الدولة وبين فرعه في إفريقيا. أقصى ما أتوقع أنه يحصل خلاف داخل الفرع نفسه، وأضراره سوف تقتصر على هذا الفرع في حدها الأعلى يعني، ولكن ذلك في جميع الأحوال سوف يسيء إلى التنظيم المركزي ويشكك في قدرته على إدارة فروعه البعيدة عن المركز. أنا أظن والله أعلم أنه هنالك أحد سيناريوهين فيما يتعلق ببوكو حرام، إما أن يتغلب أهل العقل والحكمة من الأطراف الموجودة فيتغلبوا على النزاع الموجود فيحسموا الأمر لأحد الواليين، إما الوالي القديم اللي هو شيكاو أو الوالي الجديد اللي هو البرنام. إذا فشلوا في ذلك سوف يكون سيناريو آخر، وهو وجود صراع بين الطرفين. طبعا وجود صراع بين طرفين يعني قد يكونوا مسلحين أكيد، يعني بوكو حرام مسلحة يعني، لا ندري إلى أي حد سينتهي، ولكنه قطعا سوف يزيد
من المشكلة الموجودة أصلا، وسوف ينعكس سلبا على أحوال المسلمين في هذه البلاد. أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مكافآت تصل إلى عشرات آلاف الدولارات لمن يقدم معلومات تقود على اعتقال رجال شرطة يحمون عصابات الاتجار بالمخدرات، مضيفا إن الحرب على المخدرات ستكون بلا هوادة. وقال الرئيس الفلبيني إن حملته الأمنية لمكافحة المخدرات التي أودت بحياة ما يقرب من 1800 شخص لا ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية. المزيد في سياق هذا التقرير. قد يبدو هذا المشهد اعتياديا، مسرح للدمى وأطفال يستمتعون بالعرض، ولكن الأمر مختلف هنا. فالعرض هذا ضمن حملة توعوية واسعة النطاق ضد استهلاك المخدرات في الفلبين، الذي وعد رئيسها رودريغو دويرتي مواطنيه بمكافحة هذه الأفة بكل الإمكانيات في ظرف 6 أشهر. في تجربة غير مسبوقة تمر الفلبين بحرب حقيقية ضد المخدرات وبائعيها، حرب أسفرت عن مقتل حوالي 2000 شخص حتى الآن. فالحرب على المخدرات في الفلبين تحرز تقدما في شقها الأمني باستخدام أسلوب الضرب بيد من حديد، إذ أعلن قائد شرطة الفلبين رونالدو ديلا روزا أمام أعضاء مجلس الشيوخ المحلي في 23 أغسطس آب أن حوالي 700,000 من مستهلكي المخدرات وبائعيها استسلموا للشرطة، معلنا عن التحسينات الملموسة في الحالة العامة للقضية. وفي خطوة لتكثيف حملة لفضح الفاسدين في إطار حربه على المخدرات، أعلن الرئيس الفلبيني أن 160 من رؤساء البلدية والمسؤولين التنفيذيين والقضاء ورجال الشرطة السابقين والحاليين يشتبه بأنهم على صلة بتجارة المخدرات في البلاد. واشتملت القائمة على اسمي 2 من بين 5 جنرالات في الشرطة، قال إنهم يوفرون الحماية لعصابات المخدرات، بالإضافة إلى رئيس بلدة سلم نفسه للشرطة في الأونة الأخيرة. انتقادات داخلية وأممية تواجهها الحكومة الفلبينية على خلفية عمليات القتل المتكررة أثناء مداهمة الشرطة في إطار برنامج مكافحة المخدرات، فضلا عن اتهامات بالتحريض على العنف. الرئيس الفلبيني بدوره رفض هذه الانتقادات، معلنا تصميمه على مواصلة حملته على المخدرات، واعتبرها بمثابة تدخل في شؤون بلاده. ولم يقف الأمر هنا فحسب، فقد صعد رئيس دويتري تصريحاته منوها إلى إمكانية إنشاء منظمة دولية بديلة تضم الصين ودول القارة الإفريقية، استمرارا للنهج الجديد الذي تتبعه السلطات الفلبينية من أجل القضاء على قضية المخدرات في البلاد. دعا دويتري جميع مدمني المخدرات إلى قتل المتاجرين بها وإحراق بيوتهم، فضلا عن مكافأة تصل إلى عشرات آلاف الدولارات لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال رجال شرطة يحمون عصابات الاتجار بالمخدرات، محذرا المسؤولين الفاسدين من أنهم سيواجهون يوم الحساب. حول الموضوع قال المحامي وأستاذ القانون الفلبيني أتي مارك كريستوفر في اتصال مع أخبار الآن، قال إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي سوف ينجح في التخلص من الفساد ومن المخدرات والأعمال الإجرامية في الفلبين خلال ما بين 3 إلى 6 أشهر. نعم، نحن نثق برئيسنا. الكثير من الناس يقولون بأن عددا كبيرا من الأشخاص يموتون في الفلبين، ولكن هذه إشاعات مغرضة تسعى إلى نبذ رئيسنا. إذا ما نظرنا إلى الفلبين اليوم مقارنة بالماضي، فإننا نشعر بأكثر أمانا هذه الأيام. ربما ما زال هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يموتون في الفلبين، ولكن الفارق أن الذين يموتون اليوم هم المجرمون. في السابق كان هناك عدد كبير من الأبرياء يموتون بسبب المخدرات، ولكننا اليوم نشعر بالأمان، ونحن ممتنون لرئيسنا وللشرطة الوطنية الفلبينية. في الواقع نحن متفائلون جدا بأن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريت سوف ينجح في التخلص من الفساد والمخدرات والأعمال الإجرامية في الفلبين خلال 3 إلى 6 أشهر. لقد نجح جزئيا حتى الآن بالرغم من أنه تولى منصبه منذ أقل من 2 شهر. نحن نثق برئيسنا ومتفائلون جدا بأنه سوف ينجح. less than 1 month or 2 months. So we will see, but we are very optimistic that we will succeed because we have a good president, a president who... فقراتنا مستمرة مشاهدينا، فاصل قصير ونعود.
أهلا بكم من جديد. يسعى نحو 3000 من السياسيين والخبراء من أكثر من 120 دولة إلى التوصل إلى أفكار لمواجهة مخاطر ندرة المياه والتغيرات المناخية خلال مشاركتهم في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم. ويناقش الحضور أزمات المياه حول العالم التي أصبحت أكبر المخاطر التي يتعين على البشر مواجهتها خلال الأعوام المقبلة مع النمو السكاني السريع وشح مصادر المياه النظيفة، محذرين من إمكانية اشتعال صراعات جديدة في العالم على خلفية نقص الموارد المائية. وأكد تقرير أصدره معهد ستوكهولم للمياه على أن الشرق الأوسط وإفريقيا على رأس المناطق التي شهدت هجرة المجتمعات التي وتضخمت حاليا أيضا بسبب ندرة مياه الأمطار، والتي تسببت في مشاكل جفاف وقطع في الأشجار في المناطق الاستوائية، وهذا كله نتيجة افتقاد سبل المعيشة بسبب مشاكل الأمن المائي وندرة المياه التي أصبحت من أكثر المشاكل التي تهدد العالم. عبر الهاتف من الشارقة معنا السيد أحمد حمدي، المدير التنفيذي لشركة أوزون العالمية للاستشارات البيئية. أستاذ أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا مخاوف كبيرة من اشتعال الصراعات في العالم بسبب شح المياه، أيضا تحذيرات بأنه الأمن المائي في خطر. برأيك من أين يجب البدء نحو حل جذري لذلك ونحو حماية البشرية من شح المياه؟ أهلا وسهلا. الحقيقة في الفترة الأخيرة أصبحت الأزمات تتزايد يوما بعد الآخر، ولكن أعتقد أنها أزمات مؤقتة. مش عايزين ناخد الأمور بشكل سيء، بالعكس إدراك وجود مشكلة هو أول الطرق لحل المشكلة. الفترة الأخيرة أو العقد الأخير زاد الاهتمام بالبيئة وقضايا البيئة، وتحولنا من التحدث عن الاحتباس الحراري الناتج من التلوث البيئي للوصول إلى التغير المناخي وبالتالي وجود كوارث طبيعية. مشكلة المياه يوما بعد الآخر تتزايد نظرا لنمو السكاني والتكنولوجيا المبهرة التي تحتاج أيضا إلى المياه وتحلية المياه وعدد السكان الذي يزيد يوما بعد الآخر. ولكن التكنولوجيا أصبحت حل لهذه المشكلة، لأني أنا لما بتكلم على مياه من 100 سنة كان الهدف الأول هو حفر أبار أو وجود أنهار، مظبوط؟ لكن الوضع حاليا اختلف، بقى في طرق لتحليه الميه. صحيح هي مكلفه، لكن هي طريقه ايجابيه، سواء عن طريق الطاقات الجديده والمتجدده، نستخدم الطاقه الشمسيه في تحليه الميه، او حراره باطن الارض في تحليه الميه، او التكنولوجيا النوويه، بس بشرط انها تكون امنه ومستقره في الميه في تحليه الميه. بالإضافة إلى المشكلة الكبيرة اللي بيعاني منها المنطقة العربية هي الاستهلاك غير العادي للمياه، وبالتالي احنا نحتاج ان احنا نرص خطوات او نقول 1 2 3 كيفية القضاء على هذه المشكلة. رقم 1 طبعا دور الإعلام في التوعية لمشكلة المياه التي ممكن تتسبب حروب مستقبلية لا قدر الله، هذا ما لا نتمناه أبدا. ترشيد استهلاك المياه ده هدف مهم جدا. حفر أبار صناعية للحصول على هذه المياه التي تأتي من السماء وتخزينها مستقبليا. معالجة المياه ده شيء هام جدا، لأن أنا بمعالجة المياه أنا بعيد تدوير المياه مرة أخرى، سواء معالجة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. طيب أستاذ أحمد، هل هناك من تجارب ناجحة في هذا الإطار من خلال كل هذه النقاط التي تحدثت عنها يمكن الاقتداء بها؟ 100% في تجارب ناجحة، 100% تجارب ناجحة موجودة في دول كتير جدا. محاولة معالجة المية أو إرشاد استهلاك المية أو تحلية المية، الدول العربية حاليا الإمارات بتستخدم تحلية المية، السعودية بتعتمد اعتماد كلي على تحلية المية لأن ما عندهاش مياه. كان في تفكير في السابق إن احنا إن الدول الخليجية تجيب مياه من دول تانية، القطب الجنوبي أو مادة أنابيب إلى مثلا نهر النيل، لكن دي حلول مكلفة جدا وغير مجدية. الاعتماد كمان على طاقات جديده متجدده سهل لي عمليه تحليه المياه بدون ما اسبب تلوث. عايزين نقول ان المياه الخير اللي موجود في اعماق الارض ايضا يحتاج الى تضافر جهود. طيب سيد احمد، اذا ما بسطنا الموضوع يعني للمشاهد اكثر، يعني عندما اي شخص يعني يرى ربما الانهار البحار يرى الماء موجود يقول بانه الماء موجود، عن اي مشاكل يعني يتحدثون؟ لو تشرح لنا هذه النقطه بشكل مبسط اكثر للمشاهد، وكيف لاي فرد
من الأفراد أن يساهم في المحافظة على الأمن المائي الخاص به؟ سؤال وجيه جدا، لأن فعلا احنا محتاجين أن الشخص نفسه يبدأ يشعر بأهمية المية. مفيش شخص على وجه الأرض يقدر يعدي يوم من استهلاك إلا في حاجة لاستهلاك المياه، سواء الاستخدام الشخصي أو للشرب، ده كلام واضح جدا. لكن المشكلة الكبيرة إن الشخص نفسه بيستهلك كمية مياه غير عادية، سواء كان في غسل مثلا أو في استحمام أو في عمليات أخرى. كمان المصانع بتستهلك مياه غير عادية، الري الأراضي غير عادية. فالحلول هيبقى ليها وجهتين. الوجهة الأولى هي وجهة حكومية أو قانونية، بإني أنا أستخدم تحلية المياه بالإضافة لاسترشاد المياه، بالإضافة لتحلية إعادة معالجة المياه بتاعة الصرف الصحي، لأن مياه الصرف الصحي إذا عالجتها من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة أقدر أستخدمها في الري، ده شيء مهم جدا. أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه الشخصي، إن الشخص يعي تماما إن أي قطرة مياه تذهب بدون وجه حق هي ستؤثر مستقبليا على الأجيال القادمة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيد أحمد حمدي، المدير التنفيذي لشركة أوزون العالمية للاستشارات البيئية، كنت معنا عبر الهاتف من إمارة الشارقة في دولة الإمارات، شكرا لك. فقرة استوديو الآن مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. شذا شابة تصنع دوما لرسم البسمة على أطفال سوريا. أهلا بكم من جديد. تسعى الشابة السورية شذا عرعار إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال من خلال تحويلها رسوم هؤلاء الأطفال إلى لوحات ودمى، مؤكدة أن هذا الجانب مهم جدا في تعزيز ثقة الطفل بنفسه. نتابع قصتها. اسمي شذا عرعار، خريجة فنون تطبيقية، مدرسة حاليا بمدرسة سورية بتركيا، صلي تقريبا شي سنة ونص بإسطنبول. اجتني فكرة الشغل بهاي الألعاب والدمى، شفتهم على الإنترنت فحبيت ضليت أدور وأبحث لحتى عرفت كيف بيصيروا، بلشت تعلمت أول قطعة وبعدين بلشت أطور فيهم وعم كل شوي كل يوم والتاني بطور عليهم بزيد من عندي شيء. شاركت بمعارض بمثلا شكرا تركيا بهانس وحصلت على جائزة بهانس على مشاركتي بألعابي. تاخذ معي القطعه وقت احيانا كثير، احيانا ممكن اسبوع، احيانا في شغلات تاخذ معي شهر. وبشتغل كمان وسائل تعليميه مثل هون احرف مع يعني اربع اشكال للاحرف مع شكل له، اول حرف مثلا ض ضفدع مع بظل، نفس الشيء هون يعني كل حرف له اشكاله ورسمه له. يعني حتى خلال تدريسي للأطفال اكتشفت فيهم شغلات كتير حلوة. أني أنا أرعى المواهب الأطفال هي يعني نقطة عم ركز على مواهب الطفل وعم تأظهرها، نقطة كتير حلوة ومواهبي أنا بنفس الوقت عم طلعها، وقت في ناس عم تعطيني الأمل أنا عم كمان عم ساعد غيري عم أعطيه أمل كمان بنفس الوقت بشي تاني بطريقة ما. في شغلات أنا هدفي منها هو أني أسعد الطفل، يعني في بعض الأفكار هي أنه أنا عم حول رسوم أطفال غير شغل الصوف، رسم الطفل رسمه هو عم حولها لدمية أو لعبة، فأكيد أسعد الطفل هو كتير نقطة كتير مركزة عليها. يعني أنا بختار الألوان الشوي القوية المفرفحة يعني اللي بتجلب نظر الطفل، حتى بتجلب نظر مثلا ممكن البنات يعني ما بحب شيء المعتم الكاتم، لا يعني احنا بدنا شيء امل، بدنا شيء الوان فرحه. الستيكر يعني بكل قطعه بلشت اول شيء هي تقريبا كنت بمصر، هي الفكره بلشت انه اثبت انه هذا شغلي يكون مميز، يكون عمل كامل يعني يكون مثل بروفيشنال عمل، وين ما راح بيضل. يعني انا عم اشتغل بمصر قعدت سنه، ممكن اشتغلت لسوريا شيء، وين ما رحت وين ما فتلت خلص بيدور بانحاء العالم بضل باسمي معروف انه هذا شغلي فيه بصمتي. خلال تواجدي باسطنبول تواصلت معي منظمة لدعم الأطفال نفسيا من خلال الفنون، بإذن الله مع الوقت حيصير تعاون بيناتهم لدعم الأطفال وإعطائهم أمل لبكرة. كشفت شركة فيسبوك عزمها تفعيل ميزة التحقق من السلامة أو سيفتي تشيك في حالة الطوارئ، ويعمل فيسبوك على إيجاد أفضل طريقة لتنفيذ هذا الأمر، وجاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي لشبكة فيسبوك في لقاء مفتوح للأسئلة والأجوبة كان في جامعة لويس في العاصمة الإيطالية روما.
للمزيد دائما مشاهدينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا مباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. بهذا نصل إلى ختام، أطيب تحيات لكم مني من المعدة جمانة بيشان وجميع أفراد فريق العمل، أعود ألقاكم يوم غد.